يعتقد حزب التجمع الوطني للأحرار دورته العادية للمجلس الوطني التي سيتناول فيها مجموعة من النقاط الهامة، لا سيما نقاط تتعلق بالقضية الوطنية والتطورات الحاصلة في ملف صحرائنا العزيزة. يعني يناقشوا فيها مجموعة من الآراء ومن الأمور اللي تهم التنظيم الحزبي، وأهم شيء بأنه هذا اللقاء ينعقد في مدينة البوغاز وفي ضيافة الأخ الكريم السي محمد بوهريز. نراهنوا على أنه نشوفوا طريقة تنظيمية اللي غيمكن يرسمها التجمع الوطني للأحرار استعدادا للانتخابات المقبلة. المرحلة السابقة ووضع استراتيجية تكون مناسبة كذلك للفريق الحكومي لكي يقدم ورقة حول العمل لكل وزيرة ولكل وزير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شكرا على هذا الاختيار وعلى هذا التشريف الذي لا ولن يكتمل. خلق القطب الاقتصادي والمالي الذي ارتأينا ضمانا لنجاحه أن تنتمي كل مكوناته لنفس اللون السياسي. هذه 7 شهور باش نعملوا التقييم ديال عمل وزراء وزيرات الحزب، اللي هو عمل جد إيجابي في ميدان القطب الاقتصادي والاجتماعي وأيضا في الشؤون الخارجية. اللي اقترحنا وهو السنة الأولى غادي نديروا 150,000 والسنة الثانية 100,000. شخصيا تطرقت إلى ما ينتظرنا من استحقاقات في السنة المقبلة وما عددنا لها من نصوص. مجموعة من القضايا التي تم التطرق إليها قضايا تهم التنظيم الحزبي وعلاقاتنا الحزبية، وقضايا تهم المجتمع المغربي وتطور المجتمع المغربي ومتطلبات وانتظارات المجتمع المغربي. La rencontre aujourd'hui du RNI est extrêmement importante. Elle a permis à la fois d'écouter les grandes orientations fixées par le bureau et par le président. فوق هذه المدينة ونواحيها على جميع المعطيات، لا من ناحية ديال التجهيزات التحتية ولا من ناحية ديال التجهيزات الاستثمارية. تكلم على الأهداف ديال هذه الاستراتيجية، هي أهداف مرقمة في الزمان والمكان. تكلم على 500,000 منصب شغل. كاين مشروع قانون اللي تم موافقته امام مجلس الحكومي واللي انا من المسؤوليه ديالي انني نفذو. Nous avons aussi écouté une série de questions et de suggestions extrêmement importantes, extrêmement techniques et intéressantes. ولقد عانى هذا الحزب لانه هذه مده كلها انه يقوم بمجهودات جباره. وعندنا السيد الحاج دزهو، لكن اريد ان اصر على بعض الاقتراحات ترفعها للمكتب التنفيذي، وكانت مبادئ اللي حقناها الى يوم الاتلاف، وكانت نوصيه الدورات العاديه ديال المجلس الوطني الوزراء السابقون. قالت لي كلمه